السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أشرح لكم عن برنامج الكينوت. طبعا هذا هو برنامج الكينوت، هذا شكله من برا، اسمه موجود تحت. برنامج الكينوت، البرنامج هذا يستخدم في تقديم العروض التقديمية. البرنامج هذا حق أجهزة الآي أو إس مثل الآيفون والآيباد. البرنامج هذا فكرته الكينوت، فكرته مثل تقريبا مثل فكرة الباوربوينت حق العروض التقديمية أو البرزنتيشنات. في البداية راح أدش على البرنامج. هذه الصفحة الرئيسية، الصفحة هذه راح تطلع بس للي داشين البرنامج من قبل ومسوين أكثر من عرض. إذا كان عندي عروض تقديمية مسويتها من قبل كثيرة وأبي أدور لي عن عرض معين، مغيرة اسمه أنا أو كاتبت له اسم معين، بس أدور أكتب اسمه في خانة السيرش راح يطلع لي العرض التقديمي. اليوم راح أسوي عرض تقديمي عن العالم فرويد. العالم فرويد راح اسوي عن عرض تقديمي عشان بس اسهل طريقة الشرح. في البداية عشان اسوي عرض تقديمي جديد لازم اضغط على زر create presentation اللي هو هذا. بعد ما اضغط على الزر هذه راح تطلع لي الكثير من الثيمات اللي ممكن استخدمها عشان اسوي عرض تقديمي. طبعا هذه هي الثيمات، راح اختار انا هذا الثيم. في البداية هذه أول صفحة أو أول شريحة طلعت لي. طبعا في الكثير من الأزرار، في الأزرار هذه مثلا زر الفرشة، الزر هذا استخدمه إذا أبي أحدد نص معين، أغير حجمه، أغير مكانه أو أغير شو اسمه لونه. وعندي ثاني زر اللي هو زر الإضافة، أقدر أضيف جداول، هذه أنواع الجداول اللي ممكن أضيفها أو أشكالها. ثاني زر اللي هو مثلا الدائرة البيانية والأشكال البيانية، إذا بحط شكل معين هذه الأشكال وهذه الألوان الموجودة. ثالث زر الأشكال الهندسية، هذه الأشكال مثلا دائرة، النجمة، ممكن أن أحط لي خط معين، ممكن أضيف نص بالشكل، وبعد شوي راح أسوي قدامكم إن شاء الله عشان أسهل الطريقة. وآخر زر اللي هي زر الصور، إذا بيضيف صورة معينة أقدر أستخدمها من هذا الزر. الزر هذا عشان أحفظ البرزنتيشن كرابط أو أني أنسخه أو أفتحه في برنامج آخر. الزر هذا حق البرزنتيشن نفسه إذا أبي أطبعه أو أحط ملاحظات عليه أو أسوي له إعدادات معينة. الزر هذا اللي هو زر البلاي إني أبلش في العرض التقديمي. طبعا مثل ما قلت هذه أول سلايد أو أول شريحة راح أكتب فيها. عشان أكتب فيها لازم أضغط ضغطتين على العنوان هذا، إذا بحط عنوان مثلا رئيسي أبدأ أكتب العالم فرويد. كتبت اسم العالم فرويد. عشان أغير النص هذا أغير مكانه. طبعا هذه الأشكال اللي ممكن أني أغيرها، مثلا أكبر الخط، أصغر الخط. طبعا بدل
ايضا اقدر اغير مكانه، مثلا بدل ما احطه يمين احطه بالنص منتصف الشاشه او منتصف الشريحه او حتى على اليسار. حطيته بالنص اقدر اغير الخط، مثلا ازيد بالخط من خلال الزر هذا او انقص بالخط. طبعا اللون اقدر اختاره من هذه الخانه، لون العنوان مثلا بحط. عندي اكثر من طريقه اني استخدم لون معين، عندي الطريقه هذه راح احطه على على يسار عشان يبين عندي كل النص. فاذا قلنا الخط اقدر اكبره مثل ما تشوفون، اقدر اغير لون الخط مثلا اختار اللون هذا او هذا. عندي كذا طريقه اغير اللون، اقدر احطه ابيض او الوان رماديه، اقدر اختاره من هذه الخانه مثلا اللون هذا، اخر شيء من الدائره. اغير اللون اللي ابي، راح احط لون شوي غامق عشان يصير واضح. طبعا هذا الانواع الخط موجوده، ابي اختار الخط هذا مثل ما قلت، ابي اكبر الخط راح يصير واضح وياي. فبختار نوع او خط ثاني مثلا الخط هذا. اذا قلنا شلون طريقه تحرير النص، احدد النص اللي ابي استخدمه، ابي اغير شكله احدده، وبعدين اضغط على زر الفرشاه اللي اغير من خلالها مكان الخط. اقدر اعرض الخط واقدر اختار اللون، وهني الحجم، الحجم هذا الحجم، وهني اللون، وهني نوع الخط. طبعا الخطوط هني اغلبها بالانجليزي. فاذا هذا بالنسبة للخط، وهني تفاصيل اكثر بالنسبة للخط. اذا قلنا هذه اول صفحة او اول شريحة، شريحة العنوان ابي احط فيها العنوان اسم العالم. اذا ابي اضيف شريحة ثانية اضغط على الزر اللي تحت على يسار اللي هو زر الزائد او البلس، واختار الشريحة الثانية اللي ابيها. طبعا اول شريحة حطيت اسم العالم، ثاني شريحة ابي احط صورة العالم نفسه، وابي احط عنوان فرعي. هذه هي ثاني شريحة، هذه الصورة. عشان احرر الصورة او احط اختار صورة معينة، راح اضغط على زر الزائد الموجود اسفل الصورة واختار الصورة اللي ابيها. طبعا عشان احرر الصورة او اتحكم فيها بطريقة اكثر، راح اضغط دبل تاب او ضغطتين على الصورة واغير مكان الشكل، واقدر اكبر الصورة واقدر اصغرها. اذا راح اصغرها عشان تكون واضحة اكثر مثل ما تشوفون. راح اضغط على دون اللي هو يعني خلصت من تحرير الصورة. اقدر اكبر الايقونة هذه واقدر اغير مكانها مثل ما تشوفون. ابي احط عنوان فرعي حق الصورة هذه، راح اضغط دبل تاب على العنوان او مكان العنوان، راح انسخ كلام اللي هو هذا الكلام العنوان هذا، نسخت الكلام هذا. راح احط عنوان فرعي تحت الصورة مثل ما قلت. عشان احط عنوان فرعي لازم اضغط ضغطتين على النص، احط بس كلام او الخط يمكن يكون صغير. ابي احرر الخط، ابي اكبره او ابي اعرض الخط مثل الزر اللي قبل شوي.
راح اختار هذا الخط، راح اكبره شوية بس عشان يبين لي. إذن هذه صورة العالم مع عنوان بسيط تحته. راح أضيف شريحة ثالثة اللي هي نبذة صغيرة عن العالم. طبعا من أساسيات استخدام برنامج الكينوت أو الباوربوينت بريزنتيشن إني أستخدم نقاط صغيرة للشرح، ما أستخدم فقرات لأن راح تصعب علي طريقة الشرح. طبعا اخترت هذه الشريحة مثل ما تشوفون، هذه إذا استخدمت مثلا ضغطت وضفت شريحتين وأنا يعني أبي أمسح واحدة منهم، فأضغط على زر الأندو، هذا الزر الأندو عشان يشيل لي الشريحة اللي ضفتها بالغلط. إذن الخانة هذه مثلا لا مو عاجبتني، أنا مو أبي الشريحة هذه أو السلايد هذا، فراح أضغط أندو. بعد راح أضيف سلايد ثاني اللي هو هذا مثل ما شفتوا السلايد هذا، هو طلع لي سلايد. فإذا بضيف هني نص أضغط ضغطتين على العنوان وأحط اللصق حق آخر شيء نسخته اللي هو عنوان بسيط عن مثل ما قلت فرويد. أبي أضيف فقرة هني، طبعا راح أنسخها مرة ثانية من الموقع. راح أحط لصق مرة ثانية. طبعا قلت لكم قبل شوي إن من أساسياتها إني أستخدم نقاط، بس أنا اليوم ما راح أدقق حيل لأن بس قاعد أشرح البرنامج، ما راح أقدم البرزنتيشن هذا فعلا. إذن قلنا هني العنوان وهني فقرة عن العالم فرويد. إذا أبي أضيف سلايد ثاني أبي أحط صور العالم، راح أختار مثل ما قلت لكم نفس الزر اللي قبل شوي حق إضافة السلايدات. راح أختار السلايد هذا حق الصور إذا بضيف صور معينة. طبعا مثل ما قلت أستخدم أو أضغط على زر الزائد عشان أضيف الصور. عندي كذا صورة حق العالم، راح أختار لا هذه الصورة ما راح تكون واضحة لأنها صورة بالعرض، فراح أختار صورة ثانية. هني ضفت الصورة وما أبيها، فراح أضغط على الأندو عشان أرد أضيف صورة ثانية. راح أختار الصورة هذه، وهني صورة بالعرض راح أختار الصورة اللي قبل شوي عشان تكون واضحة. هذه مربعة الصورة، راح أختار الصورة هذه. إذا أبي أتحكم أكثر في الصورة أبي أكبر عليها أو سريع أكبرها أو أصغرها، أضغط مرتين على الصورة راح أقدر أتحكم فيها. مثلا أكبرها أصغرها، أقدر أغير مكانها، بس أنا بصورة كلها تكون واضحة، فراح أصغر أحاول أني أضبطها كذي. راح أضغط على زر الدان. إذن الحين حطيت 4 سلايدات، السلايد الأول في عنوان، ثاني في صورته زاد عنوان فرعي، وهذه في نبذة صغيرة عنه، هذه صور عنه. أبي أضيف أيضا سلايد أحط فيه كلام، راح أختار هذا السلايد اللي بس كلام بدون عنوان. راح أنسخ الفقرة الثانية اللي هو نظرية التحليل النفسي، هذا نظرية التحليل النفسي، ما راح أحط نشأته،
ما راح احطها، راح احط فرويد ونظرية التحليل النفسي. لان هي اهم نظرية عنده. فاذا راح اضغط ضغطتين مثل ما قلت لكم عشان انسخ والصق النص. راح احط لصق النص هني مو كله واضح، فراح اكبر خانة النص عشان يصير النص كله واضح عندي، عشان الخط او الكلام ايضا يكون واضح. مثل كذي. اذا حطيت 5 سلايدات. ابي اضيف سلايد اخر احط فيه اشكال هندسية وباب الصور. مو نفس الطريقة هذه، لا طريقة اللي هو زر الاضافة. في الزر هذا بعد ما اضفت سلايد فاضي راح اضيف 2، واحد حق الاشكال الهندسية وواحد حق الصور. الزر هذا راح اضيف بعض الاشكال الهندسية، مثلا المربع، زر المربع مثلا ابي احط الزر، مثلا هذا الزر او سوري الشكل هذا ابي اتحكم اكثر فيه، اكبره واقدر اصغره واقدر احطه بالعرض واقدر احطه بالطول على حسب تحكمي حق الشكل. مثلا هني نفس الشيء اقدر اتحكم فيه، اقدر اضيف نص حق الشكل هذا من خلال الزر نفسه اللي هو الزر الزائد اللي ضفت من خلال الاشكال اللي قبل شوي. اقدر اضيف النص عن طريق التكست، ضفت اكثر من نص، واحد هني بحطه وواحد بحطه هني. راح اكبر على الخط، اضغط ضغطتين على التكست عشان اقدر اتحكم فيه. راح اكتب اسم العالم، العالم فرويد، وهني راح اضغط ضغطتين عشان اقدر اكتب النص واكتب نظرية التحليل النفسي. نظرية ابي اكبر الخط مثل قبل شوي، راح اتحكم فيه كذا، وهني نفس الشيء عشان اتحكم بالنص او اكبر الخط. ابي اغير اللون، احط لون ابيض عشان يكون واضح. طبعا هني الالوان اللي استخدمتها راح تطلع لي اخر الوان استخدمتها من خلال الدائرة هذه، بس انا ما ابي استخدم الدائرة، بستخدم لون الابيض عشان يكون واضح عند النص. كذا استخدمته. الشريحة هذه راح احط فيها الصور من خلال زر الاضافة هذا. ضغطت على زر الاضافة وحطيت على اخر خانة اللي هي خانة الصور. راح اضيف الصورة هذه، هذه اخر شريحة اللي هي صورة فرويد. اذا الى الان عندي 7 شرائح او 7 سلايدات. ابي اغير مكان السلايد هذا، مو عاجبني مكانه، ابي احطه ثاني سلايد اقدر اتحكم فيه من خلال اني اسحبه اخذه احطه مكان ثاني سلايد. ابي ارد مكانه نفس الطريقة كذي. عندي طريقة ثانية، اذا باخذ اكثر من سلايد ابي اغير مكانهم، مثلا عندي تقريبا 50 شريحة او 50 سلايد، ابي اغير مكان اخر شيء اللي اخر شيء ابي احطهم اول شيء، اقدر اخذ هذه اسحبها وبنفس الوقت اضغط بالاصبع الثاني على الشريحة اللي فوقها راح تسحبها وياها، واضغط على الشريحة اللي فوقها راح تسحبها وياها واحطها كذي، راح ينزلون بنفس الترتيب اللي كانوا فيه واقدر اتحكم ترتيبهم. كذي
أبي أغيرهم، أبي أردهم مكانهم نفس الشيء، أسحب واحدة واحدة. إذن هذا الاستعداد اللي عندي. أبي أضيف صورة كبيرة، طبعا لازم أكون مثلا أبي أضيف، إذا كنت بأول شريحة أبي أضيف وراها سلايد، أضغط أكون محددة على أول شريحة وأضيف سلايد، راح يطلع لي على طول تحت الشريحة اللي كنت محددتها. راح أضغط على زر الأندو لأني أنا ما بالشريحة هذه. أبي أضيف شريحة ورا الصور، نفس الشيء أحدد مكان الشريحة اللي أبيها وأضيف شريحة أخرى، مثلا هذه الشريحة، هذه شريحة صور، إني أحط صورة كبيرة بس أنا ما أبيها، مو محتاجتها، فحط أو أضغط على زر الأندو. إذن هذا هو البرزنتيشن. إذا أبي الحين خلصنا من البرزنتيشن وطريقة استخدامه أو طريقة جسمه، إني شلون أسوي البرزنتيشن من خلال نص وإضافة صور، إضافة أشكال، إضافة صور أيضا. في بعد ما ضفت أشكال هندسية، راح أعلمكم شلون طريقة إضافة الأشكال الهندسية. مثل ما قلت راح أضيف شريحة أو سلايد فاضي، راح أضغط على الزر الزائد، أضيف مثلا أبي أضيف شكل جدول، هذه طريقة إضافة الجدول، هذا الجدول اللي أبيه. طبعا أقدر أكتب في كل نص عن طريق الضغط على المربع اللي أبيه. أبي أضيف أيضا شكل هندسي، مو شكل هندسي، أو رسمة بيانية، راح أضغط على الزر الزائد ثاني خانة اللي هي الخانة هذه، أحط مثلا الدائرة، أقدر أتحكم فيها الدائرة هذه، أقدر أكبرها، أقدر أصغرها. هذه الخانة اللي أقدر أتحكم فيها من خلال تكبير الدائرة وتصغيرها. إذا أنا شريحتين هذول ما أبيهم مثل ما قلت لكم، أضغط على زر الأندو، أيضا زر الأندو هنا. إذا صارت عندي 7 شرائح، 7 سلايدات، أبي أبلش العرض التقديمي، راح أضغط على زر البلاي هذا اللي فوق على يمين، أضغط عليه راح يبلش لي العرض التقديمي. طبعا فوق شو اسمه هذا مكان الساعة، إنه الساعة كم، وهني كم شريحة تطلع لي، أو الشريحة هذه رقم كم من الأصل شرائح. وهني الزر هذا اللي هو راح ينقلني حق الشرائح أو الشريحة التالية اللي هو هذا. سوري، الزر هذا اني انا لما اضغط على الشاشة ضغطة مرة واحدة راح تنتقل لي للشريحة الثانية، كل ضغطة اضغطها. اذا ابي ارد على الشريحة الاولى مثل ما قلت لكم، اضغط على الزر هذا او الارقام هذه، راح اختار الشريحة اللي ابيها. ابي احدد على الشريحة هذه شكل معين او رسمة معينة، راح اضغط على الزر هذا مثل ما تشوفون زر القلم، مثلا ابي احدد نص معين، اختار اللون اللي ابي، مثلا هذا الشكل. مثلا عندي طريقة الاقلام وعندي هذه الطريقة اللي هو اكون احدد بإصبعي بدون ما أرسم على النص مثلا كذي. هذه إذا أبي أضيف شيء معين
أو أختار الشريحة اللي أبيها، مثلا عن طريق إذا في شريحة بس نص راح تطلع لي النص، وإذا فيها ملاحظات أو فيها صور على حسب شو اسمه ترتيب. إذن هذا هو العرض التقديمي. إذا بغي أبي أنتقل الصفحة اللي وراها راح أنتقل كذي عن طريق شو اسمه عن طريق الإصبع، إني أضغط مرة واحدة فقط على الشاشة راح أنتقل، وهني انتهى العرض. أتمنى أكون غطيت كل الأشياء الموجودة في البرنامج. في شيء وحيد اللي ما تكلمت عنه إن أستخدم الشكل هذا، اللي هو هذا الشكل. مثلا أبي أحدد شيء معين أو بيحط خط معين أستخدم الشكل هذا. وابتدي أكون غطيت جميع الأشياء الموجودة في هذا البرنامج. أتمنى أكون فدتكم بهذا الشرح، وشكراً.